يوم الخميس الجاي إن شاء الله الساعة 11 بتوقيتنا في مكة المكرمة أو في السعودية حيكون في بث مباشر لحدث بلاي ستيشن. ما نعرف إيش اللي حيعلنوا عنه، ما نعرف أي حاجة، ساكتين هم لهم فترة عن هذا الحدث. وهنا يبدأ دورنا يا جماعة الخير في مقطعنا اليوم، نحاول نعرف إيش ممكن يتكلموا عنه في هذا الإيفنت اللي كلنا كنا ننتظره. مو بس كذا، في موضوع في النهاية كذا حستشيركم فيه. السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله طيبين ومبسوطين. في كل مرة ونرجع نكرر، لا تضبطونا عاد بالاشتراك اللايك النشر، ما هو كلام ذا روتين بنقوله، لا بنقوله على أساس اليوتيوب صار نظام وترى مرة واضح وصريح. تدعموا تندعم القناة، ما تدعموا ما تندعم القناة، كذا من النهاية. خلونا دحين ندخل على طول في تفاصيل فيديو اليوم. أول شيء بنلاحظ الصورة اللي هم مشاركين أصلا الحالة تحسوها غريبة، أنا ماني عارف إيش دخل الدايموند أو الألماس فانه مع اللون الاسود. احس انه الاختيار اصلا حتى غريب، يعني غير اللي احنا تعودنا عليه اللي هو اللون الازرق الابيض، الشعارات الخاصه بالبلاي ستيشن او الاسود والابيض حتى العادي. فماني عارف اذا كان هذا يدل على الفخامه او يدل على شيء كذا فاخر حنشوفه، ماني عارف. حتى كلمه فاخر وفخم ماني داري كيف هذه الكلمتين صراحه اقدر اترجمها على شكل حدث او ايفنت خلينا نقول بنشوفه يوم الخميس الجاي. فاعطوني رايكم من هذا في هذه النقطة يعني بالتحديد. طبعا الشباب في الموقع شاركونا بعض آرائهم بالنسبة للأشياء اللي من المحتمل انه احنا نشوفها، طبعا وحشارك برضو كمان رأيي، ويهمني برضو كمان اسمع رأيكم. شيء طبيعي انه ممكن حنشوف شيء للعبة هورايزن فوربيدن ويست، ممكن نشوف لها اي مقاطع اي حاجة، بالاضافة لا ننسى انه اللعبة تأجلت للسنة الجاية، وتوقع برضو سوني حتعلم بشكل رسمي في هذا الحدث، لانه الاعلان حق هورايزن فوربيدن ويست كان في حدث جيمز كوم اذا ما خانتني الذاكرة، ايوه جيمز كوم. فأتوقع أن سوني أكيد حتعلن كمان عنها، وبالإضافة أنه أكيد حيعلن عن أشياء إضافية بتخص اللعبة، سواء من ناحية مثلا نسخة المجمعين أو سواء كان من تلميحات للقصة زيادة، أي حاجة من هذا كله. وأكيد دام تكلمنا عن لعبة هورايزن فوربيدن ويست، شيء طبيعي حنتكلم كمان عن لعبة جاد أوف وار راجناروك اللي ما يعتبر يا جماعة الخير تكملة أو شيء، لا هذا يعتبر جزء جديد كامل خلينا نقول، حيتكلم عن راجناروك. ممكن نشوف تفاصيل اكثر، لا ننسى انه اللعبه اتاجلت الى السنه كمان الجايه، فممكن نشوف لها جيم بلاي، ممكن نشوف لها اي شيء، لانه الى يومنا هذا يا جماعه الخير ما شفنا اي شيء للعبه هذه، فما نستبعد انه نشوف لها مقاطع اعلانات تريلرات اي شيء بيوضح لنا فكره اللعبه والشخصيات اللي حنلعب فيها وعالم اللعبه بشكل عام والامور هذه كلها. واكيد حنتكلم كمان عن اللعبه المحبوبه، لعبه كينا بريدج اوف سبيريت، اللعبه الكيوت صراحه اللي ما اعرف شو اقول لكم، هي شكلها كذا صراحه جميل، فممكن برضو كمان نشوف عنها اي حاجه. ودام تكلمنا عن بلاي ستيشن بشكل عام، شيء طبيعي حنتكلم عن لعبه جران توريزمو بجزءها السابع، برضو ممكن كمان نشوف عنها اي شيء خلال الفتره الجايه، اللعبه الغنيه صراحه على التعريف. انا ابغى اضيف من عندي يا جماعه الخير لعبه ليتل ديفل اللي صراحه انا جدا متحمس للعبه هذه، وتكلمت عنها في تقرير كامل في فيديو، حسب لكم رابطه عندكم في الوصف للي حاب ياخذ فكره عن اللعبه. اتوقع انه حنشوف عنها شيء. طبعا اللعبه هذه بشكل مختصر وبسيط لعبه تحس فكرتها انك انت تصيد حرفيا وحوش، لكن عالمها وشخصياتها كذا شكلهم صراحه يحمس الواحد، بتذكرني على شكل لعبه كينا كيوت خلينا نقول. فاللعبه كانت اصلا على كيك ستارتر، يعني كانوا يطلبون دعم المجتمع او الكوميونتي، والاستوديو اللي شغال عليه اصلا ما كان استوديو حق العاب، كان استوديو حق ماركتنج او تسويق وما له علاقه بالالعاب اصلا نهائيا على حسب طبعا البروفايل في كيك ستارتر. لكن سبحان الله فجاه جاتهم سوني وقرروا انهم يضموهم معاهم كتجربه، وهذه خطه بلاي ستيشن في الفتره الجايه اللي لا تستغربون منه، انه بيحاولوا يستهدفوا الالعاب اللي بيحسوا كذا في لها خلينا نقول فرصه انها ممكن تنجح، فيدفعوا له ويشوفون اللعبه، لو نجحت اخذوا الاستوديو بكبره بعد كذا يكون معهم. وفعلا اختفوا من كيك ستارتر، والان قاعدين ننتظر لعبتهم اللي اختفت من اخر مره شفناها في مؤتمر لبلاي ستيشن، فممكن نشوفها في هذا الحدث. في عندنا برضو لعبة فورس بوكن اللي صراحة شكلها جدا رهيب، وخاصة انه في تلميح كمان من الممثلة والمؤدية للشخصية الاساسية في تويتر في الانستغرام معليش، فممكن كمان نشوف لها شيء. صراحة اللعبة حلوة فكرتها والنطنطة والنقزة هذه حقتها صراحة كان جدا رهيب شكل اللعبة والسرعة اللي فيها
يعني تحس انه من الالعاب اللي برضو كمان فيها استعراض عضلات قوة جهاز البلاي ستيشن. فماني عارف اي لعبة من هذا كله تتحمس، اذا ما تحمست ترى لسه ما خلصنا يا جماعة الخير، صبركم علينا. لعبة Abandoned اللي كثر الكلام عنها، هل هي سايلنت هيل؟ هل هي عنوان منفصل؟ هل لها علاقة بكوجيما؟ ما انت داري. على قد ما تكلمنا عنها اللعبة هذه فاحتمال كبير جدا حنشوفها خلال هذا المؤتمر. انا عارف ممكن الهايب الحين بدا يرتفع معاكم كمان اكثر واكثر، لان الموضوع صار فيه سايلنت هيل وصار فيه يعني كوجيما وصار فيه كمان كذا لعبه من اللي قبل تكلمنا، لانه صراحه ما استغرب صراحه الحماس ده. بلاي ستيشن انا قد قلتها وارجع اقولها بغض النظر عن عجبوك ما عجبوك، تنتقدهم ما تنتقدهم، لكن صراحه خبرتهم في الجيمينج ما يخليك تستهزئ فيهم او تقول ان الشركه هذه قربت تنتهي زي ما البعض مثلا متوقع. ما هو مدحم فيهم، بس فعلا عندهم ترسانه العاب وعندهم امكانيه انهم يخترعوا العاب جديده، وهذا هو الوقت الانسب انهم يخترعوا العاب جديده، لانه حاليا موقفهم ما يساعد انه يجيبوا لك العاب من الاشياء القديمه اللي نزلت قبل كذا. لاست اوف اس نزلت، ممكن نشوف انشارتد، الله اعلم جات دوبها في بالي، ممكن نشوف لعبه مثلا زي بلود بور، ممكن نشوف ما اعرف. يعني في عندهم ترسانه العاب ترى مختفيه لها فتره ممكن ترجع، ما نعرف. طبعا انا عارف ممكن حيجي ببالكم لعبه ديب داون، بس ديب داون على حسب جيسون شرايب الاعلام المعروف الغني عن التعريف، برضو سووا مقابله مع رئيس كابكوم السابق واكد له انه ما يعرف شيء عن اللعبه، فواضح ان اللعبه في طي النسيان. فاذا انت متحمس انك تشوف شيء للعبه ديب داون لا انساه، هذه شفناها تخيلوا في اول مؤتمر للبلاي ستيشن 4 قبل ما ينزل حتى الجهاز، ف استبعده من الان. انا اقول لك انا عارف جاي في بالك وعارف انت والله العظيم داخل المقطع ده عشان ايش، اكيد عشان لعبه جي تي اي 5. شيء طبيعي، واحده من المقاطع اللي المفروض ان انا انزلها من اول، لكن خلاص انه بلاي ستيشن مركزين على العاب الطرف الثالث وبيحاولوا يكسبون العاب الطرف الثالث، عندهم صراحه يعني اختيار جدا عجيب، زي ما صار مثلا مع لعبه فول جايز قبل كذا، زي ما صار مع لعبه فورتنايت قبل كذا، فيعرفوا يقتنصوا الالعاب اللي تكون طرف ثالث سواء كان من مطورين مستقلين او حتى من شركات كبيره معروفه. وهذا الموضوع بيتكرر حاليا مع لعبه جي تي اف 5 احتمال، ما استبعد صراحه، وهذا هو السر اللي انا يعني حسوي فيه بث يوم الخميس ان شاء الله، حيكون فيه بث على القناة حنبث فيه بلاي ستيشن، انه انا جدا متحمس بشوف شكل لعبة جي تي اي 5 على الجيل الجديد على البلاي ستيشن 5 بالامكانيات الجديدة. الفكرة اللي جاي في بالي والفكرة اللي جاي في بالي يمكن اغلب الناس اللي متحمسة لعبة جي تي اي 5 انه حنشوفها زي ما احنا قاعدين نشوف المودات اللي قاعدة تنزل للعبة على اجهزة البي سي، الانعكاسات، الري تريسنج، الامور هذه كلها اللي بتخلي اللعبة تاخذ اي ليفل مرة مختلف، فما بالك باستوديو مبدع زي استوديوهات روكستار ومحركهم ريج انجن. هل ريج انجن حنشوفه بشكل جديد على الجيل الجديد؟ لانه احنا ما شفنا، احنا اخر مره شفنا محرك ريج انجن بالامكانيات الجديده كان على لعبه ريد ديد ريدمشن. طيب كيف حيصير شكله على بلاي ستيشن 5؟ الله اعلم. هنا يبدا نقطه الحماس، ايش المكان الجديد اللي حيضيفوه في الخريطه؟ اللعبه نعرف انها حتدعم 4K و60 فريم، كيف حيطلع شكل الاونلاين؟ كم عدد اللاعبين في الاونلاين؟ هل في شيء للقصه؟ هل في عالم جديد للاونلاين؟ هم قالوا في اماكن جديده، بس هل حيكون لها علاقه بس بالاونلاين ما لها علاقه بالقصه؟ الله اعلم. هذا هو اكثر شيء محمسني في الفتره هذه. روكستار لها فتره مضيعه، اتكلمنا في المقطع الاخير انه فعلا في استوديو او في جزئيه منهم مشغولين وبعيدين كل البعد حتى عن لعبه ريد ديد ريدمشن. لما تيجي تفكر فيها شويه، مين اللي ماسك ريد ديد ريدمشن؟ اللي هم روكستار سان دييغو. طب مين هم روكستار سان دييغو؟ اللي هم الاستوديو المسؤول عن المحرك. فلما تيجي تفكر فيها، ايش الشيء اللي بيشغل هذا الاستوديو اللي المفروض انه يشتغل على لعبه ريد ديد ريدمشن غير انهم يطوروا في المحرك لشيء ما حيصير خلال الفتره القريبه هذه، او ما كان شفنا ريد ديد بهذا البهتان وبهذا يعني الضعف خلينا نقول، بالذات من ناحيه الاونلاين والاضافات بشكل عام للعالم، بعضهم متحمسين حتى للقصه الا اذا هم فعلا مشغولين في شيء ثاني. واحنا نعرف يعني في النهايه تتفق تختلف، جي تي اي مكانتها خاصه بالنسبه لتيك تو وخاصه كمان لروكستار، فاكيد انه بيعطونها كل الاهتمام، بيعطونها كل الحب عشان تطلع بالشكل المطلوب. فهذا بيأكد كمان انه معلومه فعلا روكستار شغالين على اللعبه هذه من فتره طويله، وواضح انه المحرك حيطلع لنا كمان بشكل جديد في الايام الجايه. وحاب اشكر صراحه جمهور جي تي ال اللي بيدعم بشكل غير مشروط، شكرا لكم يا جماعه الخير، ما شاء الله 16000 من 17000 لايك، ان شاء الله انه يوصل كمان 20000 لايك، فيعطيكم العافيه. هذا بالنسبه لي الاشياء اللي انا متحمس لها لمؤتمر بلاي ستيشن، يعني نشوف
بعد ما يصير البث ايش الاشياء اللي طلعت صح وايش الاشياء اللي طلعت غلط، ونشوف قارينا كمان في تعليقاتكم تحت. يعطيكم العافيه، نشوفكم مقاطع جدا قريب. كان معاكم اخوكم حمبرو من قناه فيديو جيم فور عرب، مع السلامه.